شكرا للزميل نايف سعود البلوي. مشاهدينا الاعزاء هنا تنطلق ايضا شوط جديد من اشواط الخير والبركه وبدايه الجوله الثانيه مع سن الكبار، وهذا شوط خاص بالحول المحليات الاصايل لابناء القبائل هنا في عاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. على بركته مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام أعلنت الانطلاقة، دعوني أذهب مباشرة مع موحش على صدارة الشوط على المركز الأول، سيد علي بن فرج بن حمودة الظاهري على صدارة على المركز الأول، من قدم لنا في صباح أمس مع أول الأشواط. هناك غرايب يتواجد في هذا الصباح ومع الجولة الثانية وانطلاقة الحول المحليات الأصايل مع موحش سيد علي بن فري بن علي بن حمودة الظاهري على صدارة الشوط على المركز الأول، بينما المركز الثاني التحديات من مثيرة سيد صالح بن حمد بالقمرة المري على المركز الثاني، وصلت الذهب هنا على المركز الثالث سيد محمد بن عبيد بن غنام المزروعي يتواجد مع الذهب على المركز الثالث، المركز الرابع الدخول من شقرة حمد بسعيد بالكيله العامري هي على المركز الرابع. المركز الخامس هناك تاتينا شواهين لسيد عبد الله بن مظفر بن محمد العامري، بينما هناك مشاهدينا الاعزاء المركز السادس وصلت سرابة على المركز السادس. سيد محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي على سادس المراكز، والمركز السابع دخول بتحدي من مزنة هناك عامر بن مصبح الراشدي، والمركز الثامن وصلت سمحة وصالح بن مخيت بن طاسه العامري، وترقبوا المفاجآت من سمحة هناك مع الكيلو الأخير. المركز العاشر الشاهينية سعيد بن محمد الكليلي، هذه هي الأسماء العشر المراكز الأولى، ولكن أرى الأسماء القادمة بعد العشر المراكز الأولى ما شاء الله تبارك الله على هذه الأسماء القادمة. وهنا في كشف البيانات 13 اسم مشارك في هذا الشوط. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، إلى موحش على المركز الأول، علي بن فري بن علي بن حمودة الظاهري على المركز الأول والانطلاق الأول والتحدي المثير هناك مع الصدارة مع موحشة. بدأت توحش هذا الشوط بانطلاقها المميز على صدارة على المركز الأول هناك. المركز الثاني مثيرة لسيد صالح بن حمد القمرة المري على ثاني المراكز، الدخول على ثالث المراكز من شقرة سيد حمد بسعيد بالكيله العامري يتواجد مع شقرة على المركز الثالث، الذهب من تاتينا على المركز الرابع بتواجد محمد بن عبيد بن غنام المزروعي على المركز الرابع، وصلت سمحة هنا على المركز الخامس، سمحة في المركز الخامس بتواجد صالح بن بخيت بن طاسه العامري على خامس المراكز، بينما هناك العملاق العناوي يتدخل مع سادس المراكز بتواجد شواهين سيد عبد الله بن مظفر بن محمد العامري، وصلت سرابة، وصلت سرابة سيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي ايضا تصل بادائها الجميل، وهذا الشعار الذي دائما عودنا مع سن الكبار ومع عوايد ياتينا بسرابه هناك، محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي هناك مع المركز السادس، المركز السابع وصلت في هذه اللحظات او المركز الثامن تدخلات من الجانب الاخر، وهناك غصب السيد محمد بن سالم بن مطهر بن حادة الاجتبي ايضا ترقبوا المفاجآت من حسب الانجازات، هناك واقع انجازات غصب في الموسم الماضي التي سطرت باحرف من ذهب مع مالكها السيد محمد بن سالم بن مطهر بن حادة الاجتبي، تاتينا مع افتتاح هذا اليوم الجميل للثمانية كيلو مترات، تتواجد غصب هناك مع المركز الثامن، ولكن انتقالتها مميزة تذهب مباشرة هناك الى المربع الذهبي تأتينا على المركز الرابع، محمد بن سالم بن مطر بن حاده الاجتبي هي في المركز الرابع، بينما سرابة هناك على المركز الخامس محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، بينما المركز السادس شواهين السيد عبد الله بن مظفر بن محمد العامري، والمركز السابع تحديات من مزنة، وصلت مزنة عامر بن مصبح الراشدي يصل مع مزنة على المركز. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام
على المركز التاسع الدخول هناك على عاشر المراكز من الشاهينية السيد سعيد بن محمد الخليلي. هذه هي النتيجة مع انتصاف المسافة. بدأت المسافة بانتصاف هذا الموقع مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. أعود هناك مع موحش على صدارة الشوط. موحش على المركز الأول، يتواجد علي بن فري بن علي بن حمودة الظاهري هناك على صدارة على المركز الأول والانطلاق الأول. هذا هو علي بن فري بن علي بن حمودة على صدارة الشوط. سالم بن راشد العويسي المتابع هناك مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام مع هذه النوعيات الممتازة المملوكة لسيد علي بن فري بن علي بن حمودة الظاهري. الدخول من المركز الثاني، وصلت هناك شقرة حمد بن سعيد بالكيلة العامري، بدأ ايضا يقترب بشقرة الى المركز الثاني. والمركز الثالث هناك مثيرة صالح بن حمد القمرة المري، ولكن التدخلات من غصب تدخلت مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام. وصلت غصب في هذه اللحظات لسيد محمد بن سالم بن مطر بن حاده الاجتبي، انتقلت الى المركز الثالث في هذه اللحظات. اذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام تاتينا هناك على المركز الرابع مثيرة صالح بن حمد القمر المري، والمركز الخامس وصلت الذهب هناك يتواجد محمد بن عبيد بن غنام المزروعي سمحة على المركز السادس. الله 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 يا سمحة، وصلت سمحة بأدائها الجميل. صالح بن بخيت بن طاسه العامري يتواجد مع سمحة هنا على المركز السادس. شواهين على المركز السابع بتواجد السيد عبد الله بن مظفر بن محمد العامري، وهناك وصلت سرابة محمد بن سلطان بن مرخان على المركز الثامن مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. والمركز التاسع هناك مزنة السيد عامر بن مصبح الراشدي، بينما المركز العاشر الدخول في هذه اللحظات من جياشة عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري. هذه هي نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ولكن اعود مع الصدارة المقدمة، الصدارة مع موحشة مع الصدارة مع المركز الأول علي بن فري بن علي بن حمودة الظاهري على صدارة الشوط على المركز الأول على الانطلاق الأول. ولكن بدأت غصب من الجانب الأيمن هناك بالتدخل غصب السيد محمد بن سالم بن مطر بن حادة الاجتبي، أيضا يتواجد بشعاره المميز هنا. ما شاء الله تبارك الله، أهالي العين أهالي منطقة هيلي هناك يطالبون بالسلام يا أبو نايف. على المركز الثاني مع غصب هناك بأدائها الجميل والمميز تأتينا على المركز الثالث. الدخول هناك من شقرة حمد بن سعيد بالكيلة العامري، الذهب قدمت بكل قوة لأهالي هنا الوثبة والثباوي. الذهب هناك مشاهدين الأعزاء محمد بن عبيد بن غنام المزروعي، وهناك مثيرة وصالح بن حمد القمر المري 2 كيلومترات. المنعطف الخطير مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، غصب غيرت الأمور، غصب انتقلت إلى المركز الأول، غصب تكون اسمها من 3 حروف لتكون في مقدمة الشوط. السيد محمد بن سالم بن مطر بن حاده الاكتبي على صدارة الشوط على المركز الأول. المركز الثاني هناك موحشة علي بن فري بن علي بن حمودة الظاهري. المركز الثالث هناك تأتينا مثيرة صالح بن حمد القمرة المري، وصلت الذهب هناك الذهب محمد بن عبيد بن غنام المزروعي ومحمد بن شطيف الهاشمي المتابع على المركز الرابع. المركز الخامس هناك تاتينا شقرة وحمد بن سعيد بالكيلة العامري يتواجد مع شقرة على المركز الخامس، وهناك سمحة على سادس المراكز وصالح بن مخيت بن طاسة العامري. هذه هي النتيجة. إذا أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء، غصب على صدارة وهناك مثيرة، ولكن غصب على صدارة الشوط على المركز الأول. هناك التذكير بالكيلومتر الأخير، الكيلو الأخير، الكيلومتر الأخير، الكيلو
الفعل النهائي، الكيلو لما بعد كيلو، الرقص يحلو مع الكبار، غصب على الصدارة، غصب على المركز الأول، محمد بن سالم من مطر بن حادث الكتبي، مثيرة من الجانب الآخر، هناك صالح بن حمد، القمر المري، الذهب، الذهب قادمة بكل قوة، الذهب محمد بن عبيد بن غنام، المزروع الله 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 الله، الأداء الجميل، الأداء المميز، غصب ومثيرة والذهب، وخط النهاية، والانطلاق المميز، والمنصة الرئيسية، الله الذهب 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 غيرت الذهب، اسم على مسمى، اسم على مسمى، هذه هي الذهب، هذه هي صاحبة الإنجازات، الذهب محمد بن عبيد بن غنام المزروعي، أشكرك بن غنام على انتقاء هذا الاسم المميز في هذا الصباح الجميل، والخمس 500 متر النهائية الأخيرة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، مع الذهب ومحمد بن عبيد بن غنام المزروعي مثيرة على المركز الثاني، صالح بن حمد القمرة المري غصب على المركز الثالث، محمد بن سالم بن مطر بن حادث الكتبي، وصلت سمحة، سمحة هناك، وصالح بن بخيت بن طاسه العامري، ولكن الذهب، الذهب على الصدارة، الذهب على المركز الأول، روح يا بن شطيف روح، روح مع الصدارة، مع المركز الأول، هناك الذهب، محمد بن عبيد بن غنام المزروعي على صدارة الشوط على المركز الأول، هنا المنصة الرئيسية أيضا هنا مع الذهب، وتمر مرور الكرام، ولكن غصب، غصب غصب قادمة بكل قوة، غصب والذهب، غصب والذهب وسمحة وخط النهاية، الله 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 الله، إذا الذهب تهانينا والناموس لمحمد بن عبيد بن غنام المزروعي المركز الثاني، غصب محمد بن سالم بن مطر بن حادر الكتبي المركز الثالث اللي هي سمحة، صالح بن بخيت بن طاسة العامري، والمركز الرابع مثير صالح بن حمد القمرة المري، والمركز الخامس هناك وصلت إذن هذه هي الذهب مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أعود بالتهاني والناموس لسيد محمد، 13 دقيقة 6 ثواني وست أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لسيد محمد بن عبيد بن غنام المزروعي، واسعد الله صباحك على هذا الأداء الجميل، والمركز الثاني هناك مشاهدين